اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. المطبخ بتاعنا النهارده مطبخ بسيط وسهل ولكن فيه فكر طهوي بمقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع. هنعمل اكله مشهوره جدا ممكن نقدمها كوجبه فطار، وجبه غدا، وجبه عشاء. البساطه فيها في تقديمها. معانا اكله اسمها مسخن الدجاج بالسماء ودبس الرمان. الاكله دي بيرجع جذورها ومنشاها لبلاد الشام، سوريا، لبنان، الدول العربيه. مسخن الدجاج مكوناته صدور فراخ او فراخ صحيحه بتتسحب، بتقدم فيها سماء وزيت زيتون، ولازم يبقى المسخن ده عايم في زيت الزيتون مع خبز الشراك او خبز السوري اللي احنا عارفينه اللي هو الخبز البر. ده معانا هو ده اساس الاكله بتاعتنا وما ينفعش يتعمل غير بالعيش ده. حلو الكلام؟ ايه الطبق التاني اللي معانا؟ معانا النهارده كمان طبق اسمه الحمص الشام بالطحينه. في بعض المطاعم بناكل الحمص الشام ونشوفه بيبقى لطيف وجميل ونفسنا نروح على البيت نعمله. سعره غالي، سعره في متناول الجميع، ولكن لما تجيب نص كيلو حمص تسليه في النار وتسيبيه لما يستوي جامد وتاخديه تشربي منه شويه حمص مع الكمون مع الفلفل، المشروب بتاعنا الجميل اللي على الكورنيش وبتجي الناس من اخر بلاد العالم تستمتع بيه، وتقدر تعملي حمص بطحينه، تعمليه سلطه. واحنا عارفين ان الحمص غني جدا بالبروتين النباتي ويتصدر القائمه الاولى في انتاج البروتين النباتي، سوري البروتين النباتي، ولطيف وجميل جدا. بس معانا مشكله مع الكولون، إذا نحط عليه كمون في حالة تقديمه علشان نتخلص من مشاكل الكولون. الحلو بتاع النهاردة حلاوة الرز. حلاوة الرز دي بيرجع برضو أصولها للمطبخ الشامي اللي هي رز مسلوق بياخد جبنة موزاريلا ومية زهر وفستق حلبي. الطبق ده بيبقى طبق جميل وجد طبق مميز جدا، ولكن بيتميز كمان في تقديمه. حاجة كده بنت عم الرز بلبن بس بالطريقة الشامية. سامع الصوت الحلو ده فاروق؟ صوت الرز المصري الجميل على النار. ده حلاوة الرز، لازم الرز يعجن بجد، لازم الرز يوصل لمرحلة ان هو يعجن بالشكل ده كده. دي حلاوة الرز. هنسيب الرز ده يتهري كأنك بتعمل الرز بلبن. هتاخد الشرب، ياخد الشربات بعد شوية، وياخد مية الزهر، وياخد الجبنة الموزاريلا او الجبنة العكاوي زي ما انت حابة. هنخليه على النار ومن وقت للتاني نقلبه. اوعى تقلب بالمعلقه اللي قلبتي بها البصله يا شيف الرز وتغلط. نروق الدنيا بقى لحلاوه الجبنه بسرعه في عجاله. حلاوه الجبنه، معانا الرز مستوي على النار، معانا موزاريلا، معانا فستق حلبي، معانا شربات، معانا ميه زهر، كل دول هتحطوا على التوالي في قلب الحله اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا شغالين مع بعض كده، ادي ميه الزهر بحطها على الرز والنار بتاعتي شغالة، مية زهر اهيت، دي مية زهر، حلو، معايا شربات، يا شربات أو عسل، عود قرفة حلو معايا، حلو، وأقلب بمعلقة مع الدتش اللي على بصل وعلى العتوم زي دي كده. حاضر، حلاوة الرز على الشاشة، مقادير على الشاشة، حطيت الشربات، حطيت مية الزهر. الشربات ممكن تستبدله مكانه سكر زي ما انت حابة. مقادير على الشاشة. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ شوية دبس الرمان كده على المسخن. انا من الناس اللي احب اقدم الشغلة كده على اصولها. شفتي دبس الرمان نزل على الفراخ، حولها، وعلى الخبزة دي هتاكليها وتسيب الفراخ. الف هنا وشفا. شفنا المقادير اشتغل يا شباب؟ حاضر، نقلب كده بالمعلقه بتاعتنا. الله، الشرباطه مع ميه الزهر، الرز اتحول. خلي بالك ده، اوعي يعني يشيط منك، كل ده هيبوظ، ملوش علاج ده بقى خلاص. الرز بالذات اقلب كده، معايا الموزاريلا بديل لها العكاوي اللي بنعملها مع الكنافة، وأقلب بالراحة خالص لغاية لما الجبنة تسيح. ممكن أقدم على العين دي كده تبقى قريبة ليا. دي عايزة بقى شوية هدوء كده وروقان، نار هادية.
حلوى دي مشهور بيها المطبخ التركي، المطبخ السوري، المطبخ اللبناني. شفت الجبنه الموزاريلا تنزل على الحلاوه على الرز، هو عشان كده سموها حلاوه الرز، حلاوه روح. زي الفل، فيها طعم ميه الزهر، فيها الموزاريلا بديل ليها العكاوي، ولازم تاخدي الموزاريلا دي تحطيها في ماء بارد عشان تتخلصي من الملوحه بتاعتها، ما تفتحيش الكيس وتاخدي الجبنه على طول، عشان كده تلاحظي ان الجبنه نازله معايا كور كور، هتحطت في ميه واخلص من الملح الزياده اللي فيها. تاكلي منها بقى تستطعمي ايه؟ تستطعمي الشربات او العسل، تستطعمي ميه الزهر، تستطعمي الجبنه الموزاريلا. تعالوا نغرفها مع بعض ونزينها بفستق حلبي عشان انا وقتي خلص وشكلها هنضرب. الطبق الحلو ده كده. نعم، هطلعه لك دلوقتي المسخن. حاضر، انت عايز تاكل اللي في الفرن، انا عارف هما دول بتوعي وبتوعك. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. حلاوة الرز، عود القرفة ده عايزه انا. الله، شوية رز، كوبايتين رز ولا كوباية رز تقريبا تكفي العيلة. ويا سلام لو الطبق كده عملتيه ورحت للجيران الحبايب. ست ام محمد صباح الخير، انا شفت الشيف المغازي النهارده على القناه الاولى جاب ياخد كوبايه رز وعمل منها صينيه قد كده، وحط منها شربات اللي بتحطها على الكنافه، عارفاه؟ وحط فيها شويه ميه زهر اللي احنا جايبينها بنعملها كده الريحه الحلوه. وعمل حله حلاوه الرز. قيمه غذائيه عاليه جدا. استبدلي الشربات بعسل اهو. اخواننا طبعا اللي بيتابعونا برضو في الخليج، الشربات اللي هو السيرب او القطر. فوزدو الحلبي اخباره ايه؟ مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تفاصيله صغيره ولكن بطعم جديد وشكل جديد وبطريقه سهله وبسيطه. تقدر تخش كل المطابخ تعملي اشهر الاكلات والحلويات. نعم يا فندم، حاضر يا غالي. مش بقول لكم انا المخرج منشن على اللي في الفرن، مع ان انا عايزه ينساه. بسم الله، حاضر يا فندم. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، ابداع طهوي فني، رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.